السلام عليكم اجمعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. هذا يعتبر اول فيديو ديالي غنصور فيه المدينه اللي ساكنه فيها. الاغلبيه كيسولني فين ساكنه، في جهه مارمريس. مارمريس جاي في الجنوب ديال تركيا، قريبه بزاف اليونان. مدينه سياحيه زوينه، دايره بحال الجنه، ولكن للاسف كما حال كل المدن السياحيه كتكون في الصيف زوينه، وفي المشتى كتكون مملة شي شوية، لأن الواحد صافي يكون في دارو، تيلفي حدا التلفازة، الزريعة وداك الشيء. جبتكم هنا هاد البارك، بغيت نهضر على هاد المسألة. بارك تي بارك هكا اللي يلعبوا فيه الدراري، وليدات صغيورين. هادو تقريبا في تركيا سبحان الله كاينين في سميتو، كاينين في كل راس الحومة، كتلقاو بحال هاد لي بارك. ما تحتاجوش تمشيو بعيد تديو وليداتكم. حاجه زوينه من البلديه ديال تركيا، بلديات ديال تركيا خدامين على هذا الموضوع. كتشوفوا هكا الوليدات دابا مثلا، كاين الامهات اللي كيتسوقوا وهما جالسين مع باهاتهم هنا. حاجه زوينه بزاف 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 بزاف. يا ريت حتى في البلاد يديروا لنا شي حاجه بحال هكا، ما بقاش نضربوا مسافات طويله باش وليداتنا يقدروا يلعبوا، ويا ريت يكون بالمجان. دابا داخلين السوق الاسبوعي ان شاء الله ديال مارمريس جهة بالدبي. انواع الخضر المتواجده هنايا، وكيكون خير تبارك الله. هادو الاجبان ومشتقات الحليب، الحويجات ديال العروبيه اللي بغيتو تقولوا، الحويجات الطبيعيين. صحاب الزيتون كذلك هنا، شي منظم زوين، طريقة بسيطة مبسطة. الأثمنة نشرح لكم الأثمنة، حيت كاين فرق كبير بين في الليرة وصرف الليرة. في الوقت اللي جيت فيه أنا راه 14 العام دابا تبارك الله، مع دابا فرق كبير كبير. يعني حنا كهنايا ساكنة تركيا كيجينا شي حاجة غالية بالنسبة ملي نصرفوها بال سميتو بالعربية بالمغربية أولا بأي أولا بالأورو ولا هذا، كتحسيها ماشي غالية. مي حنا كساكنة ديال تركيا كيجينا هادشي غالي. هادشي بحال اللي كيتباع في راس العام عندنا في يناير. هنا مثلا الحويجات، العشوب، السالية، البابونش، المرامية، كاع الحويجات الطبيعية كيبيعوهم. خليونا نشوفوا شوية الأثمنة. أنا راه تفاجأت بالأثمنة ديال اليوم مقارنة مع أسبوعين مضت. هادي راه الأثمنة ما شاء الله راه نزلة النص، حاجة اللي توحشناها بزاف، لأن صراحة كاين واحد الغلاء لا يحتمل في سميتو في الماركيتات ديال الزيت، السكر، دوك المواد الغذائية الآخرين غاليين بزاف بزاف. فالحمد لله اللي الخضرة راه نزلوا لي فيها. مثلا هنا مطيشة وزوينة وديك الصغيرة 5 ليرات، 5 ليرات معناتها شحال بالدرهم؟ غنقسموها على جوج دراهم، عاد المهم قريب 3 دراهم، 2.70 دراهم هكاك. حاجة زوينة رخيصة. الحرور كذلك نفس الشيء، غير هو احنا ما عندناش الحرور بحال ديال البلاد. هذا هو أكبر ما عندنا، شي شوية أكبر منه ما كيتلاقاش، ما كنلقاوش ديما. كاين سميتو داير بحال الحرور الحار ديال البلاد، وهو هذاك هو الحرور الحلو ديال تركيا. الحرور اللي كيشبه الحرور ديالنا هذاك غالبا ما كيديروه في الظلمه، يعني المحاشي اللي كيعمروا فيها الروز واللحم وداك الشيء. ولكن غنقول لكم واحد الحاجه، راه ماشي سهل انك تصور، لان كاين الناس اللي ما كيبغوش تصوروا، ماشي سهل انك تصور. الناس كيشوفوا، راه خاصني شي كاميرا ولا تلصق في الصدر ولا في الفولار ديالي ونصور بها، وحتى معقديه حيت هكا بحال اللي كتحس لي، لان مدينه صغيره، هذه مدينه صغيره وجديد عليهم هذا الشيء، فما صعيبه شي شويه. مشتل كنقولوا عليه مشتل، احنا النساء السيدات التركيات
سيدات تركيات يعشقون الزهور، الصمدي من لهين مع الجرادي ديالهم، وتقريبا في هذه المدينه ما شاء الله الاغلبيه يعني عندهم جرادي في الدار، فكيديروهم يعني مولفين كيزرعوا. الحرور ديالنا اكبر حاجه هي هاد، اكبر حرور ديالنا هو هذا، ودابا كيدير 8 ليرات معناتها شي 4 دراهم ونص للكيلو، مزيان والله الا راه تفاجات جدا بالاسعار ديال هذا الاسبوع، رائعه راها من يعني من النادر انك تشوف شي حاجه كتنزل في تركيا من بعد ما تعلى في الثمن، كون غير الاسعار ديال لي ماركت كذلك اتقوا الله وحتى هما ينزلوا لنا شي شويه. غادي نحاول ندير جوله سريعه كخلاصه على هادشي اللي كيتباع هنا، حيت كما قلت لكم يقدروا يعني ماشي بحريه كنقدر نصور كلشي في موقع اللي هو بازار يعني اسبوعي، الناس ديالو اغلبهم كيكونوا من الباديه او من الحي، فعلى ذلك الشيء غادي نحاول نكتفي بهذا القدر من البازار. هذه هي الحويجات اللي كاينين، كاين كل خير ما شاء الله، كل خير موجود. الاثمنه كانت غاليه دابا شوفوا المعنى ما شاء الله، كانت غاليه دابا ولات رخيصه. واحد مول الدقيق وتشيشه ولكن هذاك الشيء ديالهم هنا البرغون والسميد، وهذا كنقلب عليه الى لقيتو نشوفوا الانواع اللي كاينين ان شاء الله. حنا كنعملوا جوله في البازار ديالنا اللي قرب انه يكمل. قبيلات قلت لكم انا اكتفي بهذا القدر، ولكن تفكرت السميد راه خصني السميد، السميد كيبيعو بالكيلو فضروري نجي هنا. ويجد لي كاين الفول السميد، واش كاين الرقيق.